لفرنسا على تنظيم هذا المؤتمر الدولي. كذلك أن أشكر كل الدول والمنظمات التي ساهمت في هذا الاجتماع والتزمت بتقديم مساعدة حقيقية لشعبه. وخلال هذه الفترة التي يواجه فيها لبنان تحديات هائلة أمام العدوان الإسرائيلي، نحن نقدر مساعدتكم الثمينة والتزامكم بالوقوف إلى جانبنا. هذا المؤتمر بيّن إن كانت هناك حاجة لذلك أن لبنان وشعبه ينعم بالدعم الدولي، ونحن نوجه نداء لكل أصدقاء بالدعم الدولي، ونحن نوجه نداء لكل أصدقاء لبنان لبذل جهود دبلوماسية متزايدة وحازمة للوصول إلى وقف إطلاق نار فوري لاستئناف والوقف موجة الدمار والعمل معا من أجل تحقيق الاستقرار الدائم على أساس مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 1701. وإن كان لي أن أقول كلمة باللغة العربية، محيطة في لبنان في الوقت الحاضر، والحرب الدائرة على الأرض اللبنانية، والعدد الكبير من النازحين الذين نزحوا من المناطق من الجنوب والورشاوة شرقي لبنان وضاحية الجنوب إلى مختلف المناطق اللبنانية، وهذا هو تحدي كبير لدينا اليوم بمواجهة بالقيام بواجبنا نحو النازحين من أرضهم ومن منازلهم. فأعتقد أن هذا المؤتمر كان له أهمية كبيرة، حيث وجدنا التضامن الكامل مع لبنان من كل النواحي، التضامن الإنساني أولا وهذا مهم جدا، وثانيا التضامن السياسي بالتأكيد على كل الكلمات التي ألقيت أكدت على التضامن مع لبنان بالطلب بوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن، فهذا هو الأساس اليوم، والتأكيد على أن قرار 1701 هو القرار الذي يجب أن يكون موضع تنفيذ فوري كما هو، وأن يكون كاملا ومنفذا من قبل الجيش اللبناني. وأعربنا عن استعدادنا بأن نقوم بتعزيز وجود الجيش اللبناني في الجنوب اللبناني لكي يقوم بواجبه، كما أن كان للمؤتمر حيز أيضا لعرض العرض المتطلبات لدعم الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية في لبنان، وهذا أيضا لقد تجاوبا كاملا، وسيعقد مؤتمر لاحقا خاص للجيش اللبناني والقوى الأمنية من أجل تعزيز وضعهم والقيام بواجبهم كاملا. أنني في نهاية هذا الحديث أريد أن أشكر مجددا فرنسا، وأشكر بوجه خاص الرئيس ماكرون الذي أعطى الكثير من وقته، والذي كان دائما هو يتابع تحضير هذا المؤتمر ويتابع أيضا اليوم المواضيع السياسية بما يتعلق بالأسرع بوقف إطلاق النار بالقريب العاجل بإذن الله. أنني اليوم حقيقة أقول لدي شعور أن لبنان ليس متروكا، لبنان لديه أصدقاء وأشقاء يمكن أن يتكل عليهم، ولكن بنفس الوقت قلبي حزين على لبنان، لأننا يجب أن نقف أكثر فأكثر نحو التطلع نحو هذا البلد الآمن الذي يؤمن بالعيش المشترك، يؤمن بالحريات، من أن نحميه من هذه العدوان الإسرائيلي الغاشم. شكرا لكم، وسأترك الحديث لمعالي الوزير لكي يجاوب على أسئلتكم، وبنفس الوقت لكي يطلعكم على ما قام به هو أيضا شخصيا من جهد من أجل إنجاح هذا المؤتمر والأرقام التي وصلنا إليها. شكرا لكم، وبإذن الله نلتقي بأيام أفضل. شكرا لكم.
Mesdames et messieurs, سيداتي سادتي لبنان بحاجة للمجتمع الدولي اليوم في باريس. المجتمع الدولي كان حاضرا. لقد استضفنا بمبادرة من رئيس الجمهورية ومع الأمم المتحدة مؤتمر دولي لدعم الشعب اللبناني وسيادة اللبنان. هذا كان حشد قوى هام جدا لهذا البلد العزيز على قلوبنا والمهدد اليوم. ما هو الوضع في لبنان؟ Au Liban, où je me suis rendu il y a quelques semaines. كنت في لبنان منذ بضعة أسابيع في زيارتي الأولى. Le pays est en guerre. البلد في حالة حرب. حرب لم يخترها. وحرب أدت إلى دمار لم يسبق له مثيل مقارنة ب 2006. أكثر من 2500 قتيل ومنهم وهناك مواطنين فرنسيين قتلا. أكثر من 10,000 جريح. أكثر من مليون لبناني نزحوا من منازلهم. يعني واحد من خمسة. مراكز الطبية مغلقة. 500 طفل لا يمكنهم الذهاب إلى المدرسة. و مئات الألاف من الأمتار الأراضي الزراعية المدمرة. وهذا البلد قد تعرض في الفترة الأخيرة لسلسلة من الأزمات السياسية والاقتصادية. 15 سنة من النمو الاقتصادي في لبنان تم محوها. وفي هذه الظروف المأساوية بادرت فرنسا بعرض هذا المؤتمر للدعم. أولا لأن فرنسا بالنسبة للبنان ليس بلدا مثل البلدان الأخرى. الجنرال دوغول كما يقول في قلب كل فرنسي اسم لبنان يحرك شيء متميز. اللبنانيون كانوا على مر القرون الشعب الوحيد الذي لم يتوقف أبدا قلبه ينبض إلى جانب قلب فرنسا. ولبنان هو أكثر من بل شعب صديق، هو شعب شقيق. ثانيا لأن فرنسا تقف دائما إلى جانب ضحايا النزاعات المسلحة أينما كانوا، ودائما للاستجابة للأزمات الإنسانية. منذ 4 سنوات بعد انفجار المرفأ الذي دمر قسما من مدينة بيروت جمعت فرنسا المجتمع الدولي لتقديم المساعدة وتمويل إعادة البناء. منذ عام وبعد المجزرة الإرهابية في 7 أكتوبر فعقدت فرنسا مؤتمر من أجل غزة في باريس بعد شهر من هذه من 7 أكتوبر. اليوم بعد شهر من بداية النزاع المسلح في لبنان تنظم فرنسا مؤتمر لدعم الشعب اللبناني وسيادة لبنان. فرنسا كانت وستبقى مبادرة لدعم الشعوب التي تعاني ودوما إلى جانب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والعدالة. هذا المؤتمر أدى إلى نتائج معبرة على الصعيد الدبلوماسي. 70 بلد و15 منظمة ووكالة أممية دعوناها كانت موجودة. وبقوة هذا العدد ووزن أسرة الدول فإن المشاركين اليوم اتفقوا على الطابع الطارئ لحل دبلوماسي لضمان أمن دائما للمدنيين في إسرائيل كما في لبنان. نحن نعرف معالم هذا وذكرنا الرئيس بها منذ لحظات. التنفيذ الكامل للقرار 1701 لمجلس الأمن، وقف العمليات العدوانية عن جانبي الحدود، انتشار كثيف للجيش اللبناني في الجنوب، تعزيز قدرة اليونيفيل على تنظيم ولايتها وحل النزاع حول الحدود البرية. حزب الله الذي يتحمل مسؤولية قوية في هذه الحرب يجب أن يوقف هجماته ويمتثل لقرارات مجلس الأمن. فرنسا تواصل جهودها بهذا الاتجاه مع كل الأطراف في المنطقة. على الصعيد الإنساني وجهنا رسالة دعم وتضامن للبنانيين وقدمنا لهم مساعدة عملية وملموسة. لقد جمعنا أكثر من 800 مليون دولار وهذا التزام جماعي على مستوى النداء الذي وجهته الأمم المتحدة. فرنسا تشارك في هذا الجهد. الرئيس الفرنسي أعلن عن مساعدة فرنسية جديدة وبذلك تصل مساهمة فرنسا إلى 100 مليون يورو. نضيف إلى ذلك المساعدة العينية. هناك أرسلنا حتى الآن 40 طن من الأدوية والمعدات الطبية على متن طائرات حطت في مطار بيروت. هذه الرحلات الجوية سوف تستمر وفي الأسابيع المقبلة سوف نرسل حوالي 100 طن من المساعدات الإنسانية. فرنسا صديقة لبنان وستكون إلى جانبه. كل فرنسا
فرنسا وكل القوى الحية للشعب الفرنسي، الشركات، المؤسسات، التجمعات والسلطات المحلية جندت قواها إلى جانب الدولة. يوم الاثنين وجهت نداء للمنح ولقد سمع هذا النداء. مجموعات CMA, CGM, BNP Paribas, ENGIE, Sanofi وتوليب التزمت إلى جانبنا لتقديم دعمها للعمليات الإنسانية ومساهمات إضافية بأكثر من 3 مليون يورو، وأود أن أشكرها كما فعلت يوم الاثنين الماضي. وأود أن أوجه نداء لكل التجمعات والسلطات المحلية وكل المؤسسات، كل الشركات التي تريد بدورها بعد هذه الشركات الكبرى أن تحشد قواها إلى جانب لبنان. وإن لم تكن هذه الشركات والمؤسسات تعرف ماذا تفعل، يمكنها أن تتصل بوزارة الخارجية، مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة الخارجية، والمركز سوف يضعهم على اتصال بالأطراف في الميدان التي تساعد الشعب اللبناني. وهذا الدعم الإنساني يترافق بدعم دولي لقوى الأمن التي هي ضامنة لاستقرار وسلامة وسيادة لبنان واستقلاله. لقد كان هناك التزامات لزيادة الدعم والمساعدة وخاصة العينية للجيش اللبناني بحدود 200 مليون دولار أن نعطي الجيش اللبناني القدرة على الحفاظ على الأمن والسلم المدني، خاصة مع هذا العدد الكبير من النازحين، وكذلك ليتمكن الجيش من أن يلعب دوره في الحل الدبلوماسي عن طريق انتشاره والعمل بالتعاون مع اليونيفيل توافقا مع القرار 1701. ما هو الأفق للبنان؟ الأفق هو دولة قوية ذات سيادة تمسك فيها الدولة بالقوة الشرعية، قادرة على حماية كل الطوائف والمجموعات. ما من قوة أجنبية يمكن أن تفرض هيمنة مجموعة على المجموعات الأخرى في لبنان. لبنان متعدد وسيبقى كذلك. الطائفة الشيعية وهي المتضررة أكثر من غيرها في لبنان لها مكانتها كاملة في لبنان، ويتمكن الشيعة من العيش بأمان تحت حماية الدولة. وهذه الطائفة الشيعية يجب أن يكون لها قائد. إن لا يمكن أن نترك لبنان بدون رئيس. هذا البلد بحاجة إلى رئيس يرأسه ويمثله ويكون وجهه وصوته، ووجه وصوت وحدة لبنان. هذا هو شرط الحفاظ على وحدة لبنان ووجود الدولة اللبنانية وبقائها. جان إيف لودريان الموفد الخاص لرئيس الجمهورية للبنان جمع صباح اليوم شركائنا في المجموعة الخماسية، فرنسا، الولايات المتحدة، السعودية، قطر ومصر، لتسهيل انتخاب رئيس لبناني. سوف نواصل المساعي الحميدة الجماعية لندفع اللبنانيين للاتفاق، لأن القرار قرارهم، لقد حان الوقت. سيداتي سادتي، لقد استجبنا اليوم لنداء اللبنانيين. 800 مليون دولار للمساعدة الإنسانية، 200 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني، وهذا يعني أكثر من مليار دولار اليوم في باريس للبنان. وسوف نقوم بمتابعة حثيثة ومتأنية لهذا المؤتمر، ونواصل الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب ومساعدة لبنان على إعادة إعمار وبناء نفسه. هذه مسؤوليتنا الجماعية. شكرا لمساعدة الجابة على أسئلتكم. شكرا السيد قنيبر من العربية. شكرا معالي الوزير. فرنسا تعمل فرنسا نشطة في كل الاتجاهات. أنت معالي الوزير والرئيس قلتم أن عدد الضحايا من المدنيين اللبنانيين عدد لا يبرر. ما هي الأدوات التي تملكها فرنسا اليوم لإقناع من يقتل بوقف قتل المدنيين اللبنانيين؟ أم
Le levier dont dispose la France, c'est celui. محرك أو الأداة بيدنا هي الدبلوماسية وليس من باب المصادفة فيما يتعلق بلبنان وأذكر بأن فرنسا هي التي تصوغ نصوص قرارات الأمم المتحدة حول لبنان وليس من باب المصادفة أن فرنسا مع الولايات المتحدة قدمت منذ شهر اقتراح لهدنة لتنفيذ القرار 1701 والقرار 2735 الذي يتعلق بغزة. هذا الاقتراح لم نحضره بمعزل عن الميدان والأطراف، لقد كان هذا الاقتراح نتيجة مناقشات ومشاورات دامت أسبوع مع الأطراف المحلية والإقليمية، والنية كانت في أن نخط دربا لوقف العمليات العدوانية والعسكرية بأسرع ما يمكن. إن كانت فرنسا اليوم قادرة على القيام بمثل هذه الجهود الدبلوماسية فذلك لأن دول العالم التي تنظر إلينا تعرف أن فرنسا دوما إلى جانب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والعدالة. والمؤتمر مؤتمرنا اليوم كان فرصة لتمرير رسائل دبلوماسية وكان في المقام الأول فرصة لحشد الجهود الجماعية للاستجابة للمأساة الإنسانية وللاحتياجات الإنسانية في لبنان. وكما قلت ما فعلته فرنسا بعد انفجار المرفأ بعد 7 أكتوبر في غزة واليوم بعد اندلاع أعمال العنف في لبنان، فرنسا لا يمكنها أن تشيح ببصرها عن وضع إنساني، ولهذا نتكلم ولهذا نقترح دربا للعودة إلى السلام ولهذا صوتنا مسموع. نحن أو هناك خطر في اشتعال إقليمي وبالتالي يتعين علينا أن نضاعف جهودنا ومحاولاتنا لإقناع كل الأطراف المعنية لمحاولة وقف دوامة العنف. هذا ليس سهلا لأن الحروب لها ديناميكيتها الخاصة بها، ولكن تأكدوا أن رئيس الجمهورية والوزير والسفراء والسفارات في كل المواقع المعرضة وفي كل الظروف الصعبة وطبعا وزير الخارجية تأكدوا أننا نخصص قسط كبير من وقتنا. Kit Evan Gorgistani, France 24. Avec Kit Evan Gorgistani, فرنسا 24. هذا المبلغ 800 مليون إذا تكلمنا فقط عن المساعدة الإنسانية. ما هي الضمانات بأن النازحين هم الذين سوف يحصلون على هذه المساعدة؟ ما هي الضمانات بأن هذه المساعدة ستصل وما هي الضمانات الأمنية نظرا للوضع في لبنان؟ سؤال ممتاز، ولكن هذا سؤال حليناه منذ فترة طويلة. وأود أن أشيد بفرق وزارة مركز الأزمة والدعم في عدد كبير من الدول التي مرت في أزمات في الماضي. أقمنا علاقات تعاون قائمة على الثقة مع أطراف محلية لنتأكد أن المساعدة الإنسانية التي نعطيها على صعيد وطني تصل إلى المحتاجين. ولهذا عندما وجهت ندائي للشركات والسلطات المحلية التي قد تتردد في مساهمة في هذا العمل الجماعي للدعم الإنساني في لبنان أقول لها أن هناك أدوات موثوقة ومؤكدة يمكن أن تسمح إيصال المساعدة إلى لبنان حتى إن يكون لهذه الشركات أو السلطات المحلية قنوات لإيصال هذه المساعدة. وصول المساعدة إلى لبنان عن طريق قنوات عديدة وخاصة عن طريق المنظمات التابعة للأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية التي شاركت في مناقشاتنا اليوم والتي لها روابطها الخاصة أو طريقة عمل خاصة بها في لبنان، ولكنها أيضا تعمل في إطار من الشفافية لكي يكون هناك محاسبة لمن يمنحها هذه المساعدة. Bonjour Monsieur le Ministre, c'est Michel Abou Najem. طبعا أوقاتك، ميشيل أبو نجم من الشرق الأوسط.
معالي الوزير، نتحدث دائما عن القرار 1701، ذكرته الآن وذكرته في السابق، وكذلك فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس ميقاتي تحدث عنها، ولكن نتساءل كيف تتصورون تنفيذ هذا القرار، وهل فعلا نسقتم مع شركائكم الأمريكيين الذين لديهم قراءة مختلفة لهذا القرار عن مختلفة عن قراءتكم؟ هل باستطاعتكم أن تقولوا لنا ما هو تصوركم لتنفيذ هذا القرار؟ هل يجب تعديله؟ هل يجب استكماله بإضافة عناصر عليه؟ أو يجب استبداله بقرار آخر؟ شكرا على سؤالك. لا، نحن لسنا في حالة غموض بالنسبة إلى هذا القرار. ذكرت شركائنا الأمريكيين، أود أن أحيي مساهمتهم، هم قدموا 300 مليون ومن منحة من طرفهم. أنا أتشاور بشكل منتظم مع توني بلينكن زميلي الأمريكي على الهاتف، وسألقاه قريبا مرة جديدة. وقلتها سابقا إن المبادرة الفرنسية الأمريكية التي أطلقناها قبل شهر ما زالت أساس تفكيرنا ومسعينا من أجل اجتراح الصيغة الحل الذي سيسمح ل60,000 نازح إسرائيلي بالعودة إلى منازلهم، والتي ستسمح أيضا بالحفاظ على وحدة وسيادة لبنان وعودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم ومنازلهم. إن كنا نتحدث جميعا عن القرار 1701، لأن هذا القرار يشكل إطارا لأمن إسرائيل ولسيادة واستقرار لبنان. أما التنفيذ، نعم أنت على حق، يجب أن نخوض في تفاصيل التنفيذ. كل الأمور غير مفصلة في نصوص قرارات الأمم المتحدة، وسأسوق بعض الأمثلة حول الشروط التي يجب أن تستوفى: توقيف الأعمال العدائية، نشر قوات الجيش في الجنوب، تعزيز تفويض قوات اليونيفيل، وحل النزاع حول الحدود. بهذه الشروط ننفذ القرار 1701. لو توفرت هذه الشروط لطبقنا هذا القرار منذ سنوات، ولكن هذه هي الشروط التي تؤمن الاستدامة لروح القرار 1701، حتى يعود السلام، استتباب السلام على طرفي الحدود، ومن أجل حماية وحدة لبنان بشكل مستدام. لا نسمع السؤال. طاب صباحكم. لم نسمع السؤال. السؤال ليس إذا ما كنا نحبذ أو نعارض هذا القرار. القرار هو مرجع بالنسبة إلى شركاء كثر. كل من الشركاء يقول إن شيئا ما شاب تنفيذ هذا القرار أو منع تنفيذ هذا القرار منذ 2006، وأن الوقت والظروف قد ابتعدت كثيرا عن روحي وأهدافي القرار 1701. إذن السؤال ليس هل نغير القرار بحد ذاته أو مضمون القرار، بل السؤال هو ما هي الآلية، آلية تنفيذ هذا القرار حتى يتم تطبيق وتنفيذ مبادئ هذا القرار بشكل فعلي وفعال. عندما نستوفي كل هذه الشروط لن يعود هناك أي سبب من أجل مواصلة الأعمال العدائية. مرحبا معالي الوزير نور الدين بزيان من الجزيرة. لقد قلت سيدي إن هذا المؤتمر أرسل رسائل كثيرة. ما هي الرسالة التي ترسلونها إلى إسرائيل، إلى بنيامين نتنياهو، وأنتم المجتمع الدولي تحاولون وضع حد لهذه الحرب، علما بأن رئيس وزراء إسرائيل قبل يومين قال لقناة تلفزيونية فرنسية، قال إنه هنا من أجل تحرير لبنان من إيران ومن حزب الله. الوزير، الرسالة واضحة وبسيطة: وقف إطلاق النار. فرنسا إلى جانب
إسرائيل، ولأن فرنسا متمسكة بشكل ثابت بأمن إسرائيل فهي تعتبر أن أمن إسرائيل يمكن أن يكون مضمونا بشكل مستدام عن طريق الدبلوماسية وليس عن طريق اللجوء إلى القوة والعنف. هذه هي الرسالة التي نرسلها الآن اليوم، وهذه هي الرسالة التي سبق وأرسلناها للحكومة الإسرائيلية، ذلك لأننا مقتنعون بشكل راسخ بأن مواصلة الأعمال العدائية ليس من مصلحة أحد، ليس من مصلحة أي طرف في النزاع، بل عبر الدبلوماسية باستطاعتنا أن نجد ضمانات أمنية لإسرائيل حتى يعود النازحون الذي وصل عددهم ل60,000 إلى منازلهم في إسرائيل. شكرا. شكرا معالي الوزير. سنكتفي بهذا القدر من الأسئلة. شكرا جزيلا لكم جميعا.